والله انا لو بتسالني عن رايي الشخصي انا مش معاه عودته، والزملاء اللي طرحوا الفكره مجلس الشيوخ الغوا مجلس الشورى، يعني لما يطرحوا لما يتقدموا لما يتحدثوا عن مجلس الشورى بس ببساطة شديدة. وبالتالي هنشوف إذا استطاعوا أنهم يقنعوا الرأي العام ويقنعوا اللجنة الخمسين بأن هناك كيان جديد سيؤسس بصلاحيات جديدة لا يقوم على الطرديات ولا المؤامات اسمه مجلس الشيوخ، فهنا الناس هتتفاعل مع هذا المقترح. لكن إذا لم يقنعوا الناس اللي في لجنة الخمسين ولا يستطاعوا أنهم يقنعوا الرأي العام، وبالتالي هنا لا هيبقى في مجلس شورى ولا مجلس شيوخ.